رئيسة جمهورية إثيوبيا السيدة سهلة ورقة زودي تعطي رسالة تعيين وتوجيهات العمل ل 27 سفير، وأدى السفراء القسم لأداء واجباتهم التي ألقيت على عاتقهم بكفاءة. وذكرت رئيسة الجمهورية أن السفراء عليهم أن يغرسوا في قلوبهم حب وطنهم وكرامته ويؤدوا أمانة الشعب التي ألقيت على عاتقهم، مشيرة إلى أنه ينبغي خلق العلاقة الجيدة مع الدول الأخرى مع مراعاة حقوق بلدهم. إثيوبيان موكلين يمس يبلت ليلة منم كبر يلا. عندما نعيش خارج البلد ليس هناك إكرام أفضل من أن تكون نائبا عن إثيوبيا، علينا رفع رايتها، ويتوقع منكم أشياء كثيرة عندما تعيشون هناك، وينبغي منكم رفع سمعة البلد، وهذا ما يتطلب من السفراء وعملهم اليومي. ليس هناك سفير صغير أو كبير، كما أنه لا يقال بلد صغير وكبير، لأن العمل في واشنطن وهرجيسة نفس الشيء، وعلينا أن نوازن بهذا، وخاصة الدول المجاورة ودول أفريقيا. إذا لم تكن سمعتنا جيدة مع الدول المجاورة فلن تكون لدينا عند الدول البعيدة عنا سمعة أفضل. وقد علمنا التاريخ الماضي ما حصل في شأن العلاقات، ولهذا ينتظر منا القيام بعمل كبير. نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية سيد دمك مكنن يوضح أن الدبلوماسية هي إحدى القضايا التي ستضمن استمرارية البلاد، وأنه ينبغي من السفراء القيام في تحركاتهم الدبلوماسية على الوجه الذي يحافظ على فائدة الوطن في كل من جوانب العلاقات وتقوية سمعة البلاد. أيها السفراء الذين كنتم أهلا للتعيين اليوم وكنتم مكلاء لهذا البلد الكبير في كل البلدان التي عينتم فيها، وينبغي منكم العمل على ما يحافظ لفائدة الوطن من كل الجوانب وتشريف البلاد. بقول لمسك تدمعش نتاكشن يميات قبتنا تقماتشن يميكبر ربتن كونيتا مارقاقتنا. وقد ذكر أنه تم توفير التمهيد الواسع للسفراء فيما يساعدهم على تقوية سمعة البلاد من كل الجوانب، وعلى كيفية نشر الوعي في تحركاتهم الدبلوماسية. وقد تم لسفرائنا قبل مغادرتهم هنا وتسجيلهم في البلدان الذي تم تعيينهم توفير التمهيد الكافي، كما تم تزويد الوعي على أنواع التدريبات المختلفة والتعارف فيما بينهم، وأن يتحدوا كحملة واحدة ويكونوا نائبين عن إثيوبيا. وقد عملنا في كل القنصليات والمكاتب الرئيسية من المهمات العلاقة على الوعي العام لنجاحة العهد الجديد حتى نكون كلنا مراكزا لتحركات الدبلوماسية. كلاتشنم تنابن ريفورم لماساكات يدبلوماسي نكرناكين ماكل مريوش ونلمكم بمياس تلندوريا يغرا جنزابينا تقبابوت فترنا. وقد بيّنت رئيسة الجمهورية أنه يتطلب من السفراء المعينين إعطاء الأولوية لحب وطنهم في خدمة البلدان التي عينوا فيها. ينبغي أن تكون أولوياتهم الخدمة، لأنها خدمة مدنية كما نخدم الحكومة، وهو حب الوطن، وهم المدراء التنفيذيين للعلاقات الخارجية للحكومة، وعليهم أن يعرفوا هذا بحذر. ما وكني تايكان